تطبيق الدستور وتفعيل القانون مطلبان يضمنان عودة المسيحيين إلى ديارهم. هذا ما دعا إليه بطريريك السرياني الكاثوليكي الإنطاكي في العالم مار إغناطيوس، الذي ترأس رتبة التولية والجلوس على كرسي النيابة البطريركية إلى المطران فراس دردر، وذلك في كنيسة قلب يسوع الأقدس للسرياني الكاثوليك في البصرة. نطلب منه تعالى أن يعيد العراق إلى سابق عهده، حيث يعيش الجميع تحت سقف القانون وأيضا باحترام الدستور، كيما يتشجع أخوتنا وخواتنا أبنائنا وبناتنا الذين هاجروا كي يعودوا، عندما يروا أن العراق يبنى على أسس دستورية صحيحة. نحتاج من الحكومة أن تقدم ضمانات لمن يود العودة إلى المدينة مرة أخرى، وتضمن له حق العدالة دون تمييز بين بقية المكونات الأخرى. قدمنا اليوم من محافظة ذي قار الناصرية إلى البصرة العزيزة بمناسبة دينية مسيحية لمشاركة أخواننا المسيح في هذا القداس. وفيما أكدت وزارة الهجرة والمهجرين سعيها لتقديم الدعم المادي والمعنوي لتشجيع عودة المهاجرين من جميع الطوائف، فإن حكومة البصرة المحلية أعلنت استعدادها لتوفير كل متطلبات العيش للمسيحيين المهاجرين ومنحهم كافة حقوقهم. نشجع بهذه المناسبة التاريخية على عودة كافة المسيحيين إلى مناطقهم الأصلية، وحقيقة خاصة أن البصرة تتمتع بكل المقومات من الناحية الأمنية ومن ناحية الخدمات، كذلك تساند وتهتم بالمكونات الموجودة. نتمنى عودة إخواننا المسيحيين إلى أرض البصرة ووجودهم، لأنه الكل يشهد سابقا وحاليا أنهم أبناء هذه المدينة وأعزاء على الجميع. لذلك أنا أقول اليوم هذا الحدث حدث يعتبر تاريخي، تنصيب فراس دردر أنه البطريرك في أرض البصرة. أيضا هي رسالة إلى كل المسيحيين الذين في الخارج والأقليات الذين هاجروا بسبب الوضع الراهن في البلد، أن ندعوهم للعودة إلى البلد ومشاركة في بنائه. وبالرغم من تناقص أعداد المسيحيين في البصرة بعد العام 2003 بسبب الانتهاكات التي تعرضوا لها من جهات متطرفة، إلا أن الاستقرار الأمني والتعايش السلمي الذي تشهده المدينة مؤخرا قد يشجع بعودتهم إلى ديارهم مجددا. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.